أسعد الله صباحكم بكل خير، جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، ونبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تبقى الرياح الشرقية النشطة مستمرة بالهبوب 15 درجة مئوية، كحرارة عظمى الملموسة 14، الرطوبة 88%، والرياح تبقى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، استمرار لهبوب الرياح الشرقية، إربد 18 إلى 11، مفرق 14 إلى 8، جرش 15 إلى 10، وعجلون 15 إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 18 إلى 12، مأدبة 17 إلى 8، عمان 15 إلى 9، الزرقاء 15 إلى 8، والبحر الميت 23 إلى 14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 14 إلى 5، الطفيلة 16 إلى 9، الشوبك 13 إلى 7، معان 15 إلى 5، والعقبة 23 إلى 14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الأزرق 17 إلى 9، الصفاوي 16 إلى 9، ورويشت 17 إلى 9 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.